أزيز الرصاص وضجيج المدافع يعودان إلى درعا بعد هدنة ليومين، من يتحرك لأجلها ويوقف القصف الهمجي؟ معارك كر وفر على حدود الموصل القديمة، هل تنجح القوات في كسر دفاعات داعش والحفاظ على سلامة المدنيين؟ ما هي الجهود الأممية حيال 65 مليون لاجئ حول العالم ومن ينقذهم من ويلات الحروب؟ مساء الخير، أهلا بكم مشاهدينا إلى برنامجكم استديو الآن، حلقة جديدة أقدمها لكم مباشرة من استديوهاتنا في دبي، ونستعرض ببدايتها أبرز التقارير التي سنعرضها لكم في حلقة اليوم. في اليوم 15 من انطلاق معركة الرقة، قوات سوريا الديمقراطية تفرض حصارا كاملا على المدينة من الجهات الأربعة، وتبدأ بالتوغل في أحياء البريد وحطين والقادسية. نحن الآن داخل أحد المصفحات التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، نحاول التوجه إلى حي حطين آخر الأحياء التي تم تحريرها من قبضة داعش في المحور الغربي. طبعا الحي خطر جدا، قذائف الهاون تتساقط بشكل عشوائي بالإضافة إلى الألغام المزروعة من قبل تنظيم داعش. هدفنا الأساسي هو المدنيين والأطفال والشيخ الذين داعش يضعونهم جدار ما بيننا وبينهم، ولكن نقول للشعب وللأمة وكل من يسمعنا والأطفال والشيوخ، الرقة هي هدفنا، وأخذنا تجارب من جميع المناطق التي تحررت، سنحرر الرقة بأقل خسائر. جهود مضنية تبذلها مؤسسات الدولة الليبية في مدينة سرت من أجل إعادة الحياة إلى ما كانت عليه قبل احتلال تنظيم داعش وتوفير أفضل الخدمات للمواطنين. المجلس البلدي فور انتخابنا في يوم 12/12/2016 من العام الماضي، بشرنا ونزلنا إلى الشارع وشاركنا في عودة الأهالي إلى مدينتهم، ونشكر من خلال قناتكم الموقرة لجنة عودة الأهالي للمدينة التي ساهمت الحقيقة بشكل كبير جدا جدا، أيضا المنظمات المحلية والدولية التي ساهمت في عودة الأهالي ورسم البسمة على شفاه أهالي سرت. المرحلة التي نحن فيها الآن هي مرحلة إعادة العائلات إلى منطقة ما يسمى أو ما يعرف بالقصور. أجواء رحمانية تغمرها سعادة إيمانية تعيشها العاصمة الأفغانية كابول، وأمنيات المواطنين بأن يعود الاستقرار والسلام على دولتهم أفغانستان. لقد أصبح استقرار السلام الشغل الشاغل لسكان البلاد، والصلح خير، ففي أي فرصة مذهبية أو ثقافية وفي أي اجتماع الكل يتحدث عن ضرورة السلام. والآن إلى موجز لأهم وآخر الأنباء، حيث شنت الطائرات الروسية غارات جوية على أحياء مدينة درعا ومنطقة غرز جنوب سوريا بعد إنهاء هدنة ل 48 ساعة تم الاتفاق عليها بضمانات أمريكية روسية، وأسفرت الغارات عن قتل وجرح عدة أشخاص. يأتي ذلك تزامنا مع قصف مكثف من قبل قوات الأسد والميليشيات الموالية له بالبراميل المتفجرة وصواريخ أرض أرض على أحياء درعا. قال مسؤولون أمريكيون إنه لا يبدو أن هناك صلة مباشرة بين قصف إيران بصواريخ لتنظيم داعش في داخل سوريا وإسقاط الولايات المتحدة طائرة سورية، ووفقا للمسؤولين الأمريكيين فإن الإيرانيين لم يبذلوا جهدا لتقديم تحذيرات بشأن ضربتهم السورية الصاروخية مع الولايات المتحدة، ورأى محللون أن هجوم إيران الصاروخي يعد مؤشرا على تصعيد دورها في الأزمة السورية. اعتقلت البحرية السعودية ثلاثة من أفراد الحرس الثوري الإيراني من قارب تم ضبطه حين اقترب من حقل مرجان نفطي قبالة سواحل المملكة بحسب بيان صادر عن وزارة الإعلام السعودية. وأضاف البيان أن هذا القارب هو واحد من ثلاثة قوارب اعترضتها القوات السعودية وتم ضبطه وعلى متنه ثلاثة رجال، بينما هرب القاربان الآخران
في سياق متصل نفت إيران المعلومات التي أعلنتها السعودية بأنها اعتقلت 3 أفراد من الحرس الثوري. قصفت طائرات فلبينية مواقع للمتمردين وشنت القوات البرية هجوما جديدا على متشددين متحصنين في مدينة جنوبية ثلاثاء. وقال متحدث باسم الجيش إن الهدف هو إنهاء القتال قبل عيد الفطر في مطلع الأسبوع القادم. جاء الهجوم وسط مخاوف من احتمال وصول تعزيزات للمتشددين بعد العيد، ويشير إحصاء رسمي إلى أن القتال في مدينة مراوي الذي دخل أسبوعه الخامس أودى بحياة حوالي 350 شخصا. قال مكتب رئيس بلدية مقديشو إن 10 قتلى على الأقل سقطوا في انفجار سيارة مفخخة استهدفت مبنى حكوميا في المدينة وتبنته جماعة الشباب المتطرفة المرتبطة بتنظيم القاعدة. وسمع دوي التفجير في معظم أحياء مقديشو في حين هرعت سيارات الإسعاف إلى الموقع لنقل الضحايا. هذا وتشن جماعة الشباب المتشددة هجمات متكررة تستهدف المباني الحكومية والفنادق والمطاعم. التحالف الدولي يقلص جغرافيا ضرباته بعد وقف التعاون مع روسيا، وأستراليا تعلق ضرباتها بسبب الخلاف الأمريكي الروسي. بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. بعد انتهاء هدنة استغرقت 48 ساعة تم الاتفاق عليها بضمانات أمريكية روسية، شنت الطائرات الروسية منتصف ليل الاثنين أولى غاراتها الجوية على أحياء مدينة درعا ومنطقة غرز جنوب سوريا، وأسفرت الغارات عن قتل وجرح العديد من المدنيين. تفاصيل أوفى في هذا التقرير. 8 صواريخ ارتجاجية بدأت بهم الطائرات الروسية غاراتها الجوية على مدينة درعا والقرى المحيطة بها بعيد انتهاء مهلة اتفاق التهدئة في اليومين الماضيين التي تم الاتفاق عليها بضمانات عسكرية روسية مرفقة بتصعيد عسكري من قبل قوات الأسد والميليشيات الموالية له، تمثل باستئناف القصف بالبراميل المتفجرة وصواريخ أرض أرض من نوع فيل. جاء ذلك خلال فترة تمديد الهدنة التي كان من المفترض استمرارها ليومين إضافيين. من جهتها استأنفت فصائل الجبهة الجنوبية قصفها لمواقع تمركز قوات الأسد والميليشيات الموالية له فور الخرق الروسي لاتفاق وقف إطلاق النار، كما أعلنت غرفة عمليات رص الصفوف عن تمكنها من تدمير قاعدة إطلاق صواريخ فيل في المنطقة الصناعية شرق مدينة درعا. كما صرح القائد العسكري لفرقة فلوجة حوران رائد الراضي بأن الدول الضامنة لاتفاق التهدئة أفادت للتشكيلات العسكرية في الجبهة الجنوبية أنها طلبت تمديد الهدنة لمدة 48 ساعة إضافية، إلا أن الطائرات الروسية قامت بخرقها بعد مضي 12 ساعة. وأكد الراضي بأن فصائل الجبهة الجنوبية على أهبة الاستعداد وهي جاهزة للرد الفوري وبقوة على محاولات التقدم والقصف التي تشنها قوات الأسد. الناطق الإعلامي لحملة تحرك لأجل درعا سمير السعدي أفاد لأخبار الآن أن الوضع الإنساني يزداد سوءا يوما بعد يوم، وذلك بسبب كثافة القصف الجوي وتجدد الحملة العسكرية، مضيفا أن 20,000 مدني هم سكان الأحياء المحررة في مدينة درعا قد تم تهجيرهم بشكل كامل، فضلا عن نحو 70,000 آخرين في القرى المحيطة بها مهددين بالخطر والموت إثر الاستهداف المباشر لتجمعات المدنيين. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن ضربات جوية عنيفة وقعت في المدينة صباح اليوم مع انتهاء وقف إطلاق النار الذي يعلن بموجب اتفاق أمريكي روسي. ننتقل مباشرة إلى درعا، معي عبر الأقمار الصناعية مراسل أخبار الآن محمد الحوراني. محمد مساء الخير. إذن استئناف القصف بعد انتهاء الهدنة، وكان طبعا بعد 24 ساعة من الهدنة في قصف وإطلاق صاروخ لإيران من قبل إيران بدير الزور، كله تزامن مع هذه الهدنة. تفاصيل لو سمحت عن الوضع اليوم إضافة إلى ما ذكر في تقريرنا.
نعم ميسو مساء الخير. حقيقة اليوم أو منذ منتصف ليلة الأمس تم إيقاف اتفاق الهدنة 48 ساعة التي كانت المعارضة عبر وسطاء دوليين قد أقرت بها. النظام وبمساندة روسية واضحة هذه المرة قام بقصف أحياء درعا البلد بعشرات الغارات من قبل سلاح الجو الروسي وسلاح الجو المروحي التابع أيضا لمطار حميميم حسب تصريح صفحة الرسمية لمطار حميميم التي تديره روسيا. هناك هجوم واضح من قبل قوات النظام كان صباح اليوم على عدة محاور، حيث قامت من ثلاث محاور حاولت الهجوم من جهة قطاع غرز، من جهة الصوامع من المنطقة الصناعية، وأيضا من جهة حي سجنة بالوصول إلى كتيبة الدفاع الجوي، لكن محاولاتها رغم الإسناد الجوي الكثيف باءت بالفشل، فحيث تمكنت غرفة عمليات رص الصفوف في ريف درعا من تدمير دبابة، من تدمير حاملة صواريخ لصواريخ الفيل وأيضا إلى قاعدة صواريخ مضادة للدروع، بالإضافة تمكنت البنيان المرصوص من تدمير عدد من آليات لقوات النظام التي حاولت الاقتحام من جهة كتيبة الدفاع الجوي من جهة حي سجنة، حيث تم تدمير دبابة T-72 وأيضا تدمير مضاد 23، بالإضافة تمكنت فصائل المعارضة من السيطرة على الكتيبة الدفاع الجوي وعلى النقاط التي حاولت قوات النظام بالتقدم إليها. كل ذلك كان بالتزامن مع قصف جوي عنيف، قصف مدفعي عنيف من قبل قوات النظام، حيث شهدت أحياء درعا البلد قصف بأكثر من 80 صاروخ فيل على الأحياء المحررة. ماذا يمكن أن نقول عن النقاط المحددة التي تم التصعيد فيها؟ يعني نتحدث بأنه البراميل متفجرة والقذائف المدفعية وقعت قرب قاعدة عسكرية على مقربة مع الحدود مع الأردن، ماذا يمكن أن نعرف عن هذه النقطة؟ النظام ليس لهذه المرة الوحيدة التي يقوم باستهداف أو بسقوط قذائف داخل الأراضي الأردنية أو بالقرب من الأراضي الأردنية. هناك ليست هذه المرة الأولى كما قلت لك بيسون، لكن هناك دائما بروتوكولات سياسية أخرى ربما تتبعها الأردن من جهة أخرى، ولكن المعارضة تقول أن النظام السوري لا يحترم أي معايير، حتى هذه الهدنة التي كانت لمدة 48 ساعة لم يحترمها النظام، حاول أن يخرقها بعدة مرات بإلقاء الصواريخ بإلقاء القذائف الهاون على عدة نقاط تقع تحت سيطرة المعارضة. اليوم أفشلت المعارضة بكل مخططات النظام بالتقدم إلى نقاط جديدة. ربما الاستهداف الذي يقوم به النظام ربما استهداف متعمدا لأراضي أردنية أو لا يتحدث قواعد عسكرية أردنية. المسؤولون مع في اتصالاتي خاصة مع العسكريين، كان مفروض أيضا يكون معك ضيف الناطق العسكري لعمليات رص الصفوف، عن منطقة عدم التصعيد التي من المفترض في محادثات بين الأمريكيين والروس عنها. حقيقة الأمر ميسون كان لابد أن يكون معي هنا رائد الراضي الناطق العسكري باسم غرفة عمليات رص الصفوف، لكن هناك طار عسكري والنظام حاليا يحاول اقتحام من جهة المخيم ومن جهة أخرى، ربما تأخر ولم يتمكن وصول إلى المكتب، لكن صرح لي أو هذه الغرف العمليات والعسكرية قالوا أن هناك تصعيد واضح من قبل النظام وستكون المعارضة بدور الرد والدفاع عن نفسها في محاولة منع تقدم هذه الميليشيات، ولا سيما أن النظام السوري يستقطب ميليشيات أجنبية، ميليشيات إيرانية، ميليشيات أفغانية، ميليشيات عراقية إلى الجنوب السوري المتاخم للحدود الأردنية. ستكون هناك معارك ربما في الأيام القادمة، هي معارك ساخنة ما بين قوات المعارضة الجنوبية وأيضا قوات النظام، دائما للوقوف على تطورات هذه الاشتباك هناك. شكرا محمد الحوراني مراسل أخبار الآن، كنت معي مباشرة من درعا. أعلن التحالف الدولي لمحاربة داعش اليوم إسقاط طائرة سورية بدون طيار من صنع إيراني بطراز شاهد 129. يأتي ذلك في أعقاب الأزمة الجارية بسبب إسقاط التحالف الدولي طائرة تابعة لقوات الأسد في ريف الرقة الجنوبي. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
أعلنت استراليا الثلاثاء أنها علقت الضربات الجوية في سوريا مؤقتا كإجراء احترازي بعدما أسقطت الولايات المتحدة طائرة عسكرية تابعة لقوات الأسد يوم الأحد، وبعد تهديد وجهته روسيا لطائرات التحالف الدولي بقيادة واشنطن. وكانت طائرة حربية أمريكية أسقطت الأحد طائرة تابعة لقوات الأسد في ريف الرقة الجنوبي، وقالت واشنطن إن الطائرة كانت تسقط قنابل قرب مقاتلين تدعمهم الولايات المتحدة، بينما صرح النظام بأن الطائرة أسقطت خلال مهمة تستهدف تنظيم داعش. وتعليقا على هذا الحادث، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان الاثنين تعليق التعاون مع الولايات المتحدة حول منع الحوادث الجوية في سوريا بدءا من الاثنين. وقالت الوزارة أن القوات الروسية ستستهدف أي طائرة في مناطق عملها في سوريا، مشيرة إلى أن واشنطن لم تستخدم قناة الاتصال مع روسيا قبل إسقاط المقاتلة التابعة لقوات الأسد، وأضافت أنها ستعتبر طائرات التحالف التي تحلق غرب الفرات أهدافا مشروعة. وكانت وكالات أنباء روسية نقلت عن وزير الخارجية سيرجي لافروف قوله أن على الولايات المتحدة احترام وحدة الأراضي السورية والكف عن أي أفعال أحادية في البلاد. من جانبه قام التحالف الدولي بضربات جوية في منطقة الرقة فقط، في حين كانت جغرافيا ضرباته أوسع. ووفقا لقوات التحالف، ففي 18 من حزيران يونيو تم تسديد 15 ضربة بالقرب من مدينة البوكمال في شرق سوريا على الحدود مع العراق، ودير الزور شمال شرق سوريا والرقة شمال سوريا. وبعد إعلان روسيا عن وقف التعاون مع واشنطن في 19 من حزيران يونيو، كانت جميع ضربات التحالف في منطقة الرقة فقط. كما أعلن التحالف أنه سيجري إعادة انتشار لطائراته في سوريا ردا على تدابير روسيا. فاصل قصير مشاهدينا، نعود بعده لنتابع. بلدية سرت الليبية تشدد على سرعة حل المشاكل الخدمية. أحييكم من جديد. قال مراسل أخبار الآن نقلا عن مصادر عسكرية إن قوات سوريا الديمقراطية سيطرت على الجسر القديم جنوب مدينة الرقة لتفرض بذلك حصارا كاملا على المدينة من الجهات الأربع. يأتي هذا في وقت الذي تستمر فيه الاشتباكات لليوم 15 على التوالي مع تنظيم داعش على المحور الشرقي والشمالي والغربي، إذ تحاول قوات سوريا الديمقراطية السيطرة على أحياء البريد وحطين والقادسية غرب الرقة. مراسلتنا روناك شيخي توجهت إلى حي حطين ووافتنا بالتقرير التالي. مع تحرير قوات سوريا الديمقراطية أحياء جديدة واقترابها من الدخول إلى وسط الرقة، تشتد وتيرة المعارك مع تنظيم داعش داخل المدينة. نحن الآن داخل أحد المصفحات التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، نحاول التوجه إلى حي حطين آخر الأحياء التي تم تحريرها من قبضة داعش في المحور الغربي. طبعا الحي خطر جدا، قذائف الهاون تتساقط بشكل عشوائي بالإضافة إلى الألغام المزروعة من قبل تنظيم داعش. كان علينا الترجل من العربات المصفحة للوصول إلى حي حطين والاختباء داخل أحد المنازل. الأصوات التي نسمعها الآن هي إطلاق الرصاص من قبل قوات سوريا الديمقراطية على أحد طائرات الكشف لتنظيم داعش من أجل إسقاطها. على مشارف حي حطين الذي يشهد مواجهات عنيفة، يحاول تنظيم داعش إعادة السيطرة على النقاط التي خسرها، مستخدما طائرات مسيرة ومحملة بالمتفجرات تارة والألغام والسيارات المفخخة تارة أخرى. كما يشن التنظيم هجمات معاكسة ليلا على مواقع القوات الديمقراطية في أحياء المشلب والصناعة وغيرهما. هدفنا الأساسي هو المدنيين والأطفال والشيخ الذين داعش يضعونهم جدار ما بيننا وبينهم، ولكن نقول للشعب للأمة وكل من يسمعنا والأطفال والشيوخ، الرقة هي هدفنا، وأخذنا تجارب من جميع المناطق التي تحررت، سنحرر الرقة بأقل خسائر وأقل دمار لأنها كانت مقر لتنظيم داعش الإرهابي. محورنا من عند دوار حزيمة وهو جاي من طرف الغربي لحتى جسر الجديد، حاليا نحن ثلث المدينة محررة بالكامل.
يعتمد تنظيم داعش أساليب حرب الشوارع والاختباء داخل الأنفاق، ومن ثم تنفيذ التفجيرات عبر الأحزمة الناسفة التي يرتديها مقاتلون. وهذا ما قد يعقد ويعرقل عملية اختراق محيط المربع الأمني، أهم نقاط التنظيم في الرقة. روناك شيخي لأخبار الآن من حي حطين داخل مدينة الرقة. في العراق أعلنت قوات الجيش تحريرها الجزء الجنوبي من حي الشفاء غربي الموصل من احتلال داعش، كما أعلنت تحقيقها التماس مع قوات الرد السريع ومكافحة الإرهاب في المدينة القديمة. ونقل مراسل أخبار الآن عن مصادر عسكرية عراقية قولها إن قوات الفرقة المدرعة التاسعة حررت الجزء الجنوبي من حي الشفاء وسيطرت على قلعة باشطابيا الأثرية وسجن الأحداث ومرقد يحيى أبو القاسم ومبنى دائرة صحة نينوى وكنيسة ماريا، إلى جانب سيطرتها على الجسر الخامس الذي مكنها من إدامة التماس مع حي رأس الكور في الموصل القديمة. عبر الهاتف معي من بغداد دكتور اللواء الركن المتقاعد عماد علو الخبير شؤون العسكرية والاستراتيجية. مساء الخير، أهلا بك معنا سيادة اللواء. إذن أحياء مهمة قرب الموصل القديمة تم تحريرها من قبل القوات العراقية، هل ممكن أن نتحدث أكثر عن أهمية هذه الأحياء العسكرية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك سيدتي ولمشاهديك الكرام. أهلا وسهلا. هذه الأحياء هي تقع قريبة من الساحل الغربي لنهر دجلة أو من نهر دجلة، وبالتالي تحريرها من قبضة تنظيم داعش الإرهابي ووصول قوات الفرقة التاسعة إلى الجسر الخامس يقطع أي تواصل لعناصر تنظيم داعش داخل المدينة القديمة مع نهر دجلة، وبالتالي تكون المدينة القديمة أو مناطق أو ما تبقى من المدينة القديمة بقبضة تنظيم داعش معزولة تماما ومطوقة من كافة الجهات. هذا سيشعر عناصر تنظيم داعش بأن نهايتهم قد اقتربت وأنهم لا مخرج لهم بأي اتجاه. كانوا يأملون سابقا أنه ممكن أن ينسحبوا عن طريق النار، اليوم لن يعد هذا المخرج متاحا أمام من تبقى من عناصر تنظيم داعش، وهم لا يتجاوزون 300 إلى 350 شخص داخل المدينة القديمة. لا يتجاوز العدد 350. نعم. طيب ماذا عن المدنيين؟ طبعا تتابعون أحوالهم، من أولوياتكم كان من ضمن التأخير كما ربما وصفه البعض بتقدم القوات العراقية الحفاظ على أرواح المدنيين، كيف هو وضعهم؟ يعني احتجاز المدنيين من قبل عناصر تنظيم داعش واستخدامهم كدروع بشرية دفعهم إلى غلق كافة الشوارع والأزقة بالعجلات المحطمة وبما أفرزته أو ببقايا الدول المهدمة، ويحاول تنظيم داعش تفخيخ هذه المناطق والشوارع بالعبوات الناسفة فضلا عن استخدام الأحزمة الناسفة والعجلات المفخخة بصورة كلما تفتح له فرصة لذلك. لهذا تحرص القوات المحررة على يعني تأمين مناطق وممرات آمنة لإخراج العوائل والمدنيين المحاصرين داخل هذه الأزقة، وقد نجحت بالفعل في إخراج العديد من العوائل والمواطنين المدنيين الذين كانوا محاصرين داخل المدينة، وتستمر هذه القوات بإخراجهم نقلهم إلى مناطق قريبة تتحرك بها العجلات، لأن التقدم داخل المدينة القديمة هو تقدم راجل أي على الأرجل دون استخدام العجلات لصعوبة حركة هذه العجلات، وبالتالي نقلهم يكون أيضا صعب لتعرضهم لقنص من قبل عناصر تنظيم داعش، ومن ثم نقلهم إلى مناطق بعيدة عن مناطق الاشتباك حتى يصلون إلى معسكرات الإيواء. وتتوقعون دعما أكبر أو تقدم أسرع ربما بالأيام القليلة المقبلة بعد زيارة رئيس الوزراء للسعودية والتأكيد على اتفاق الاثنين على تجفيف منابع الإرهاب والتصدي الكامل لداعش؟ سنرى انعكاسا لهذا في معارككم.
نعم بالتأكيد، يعني كل تعاون إقليمي، كل تعاون مع الدول المجاورة وفي إطار التحالف الدولي هو يشكل دعم لقواتنا المسلحة التي تخوض هذه الحرب نيابة عن العالم ضد هذا التنظيم الإرهابي المجرم. هذا أيضا يصب في اتجاه رفع معنويات القوات التي فضلا عن رفع معنويات الجبهة الداخلية للشعب العراقي الذي يشعر أنه كان معزولا في السابق. اليوم الشعب العراقي يشعر أن هناك دعم من قبل إخوانه وأشقائه في الوطن العربي، وهذا أيضا يساعد على تعزيز إرادة القتال لدى المقاتلين والقوات المسلحة العراقية بمختلف مسمياتها. صحيح، يعني تأثير معنوي ليس فقط عسكري ومادي. شكرا لك من بغداد دكتور لواء الركن المتقاعد عماد علو الخبير الشؤون العسكرية والاستراتيجية. يسعى القائمون على بلدية مدينة سرت الليبية بالتنسيق مع مدراء ومراقبي القطاعات التنفيذية والأجهزة الخدمية إلى تجاوز معوقات العمل في كل قطاع وإيجاد حلول لها من أجل استعادة الخدمات في المدينة وتوفير تسهيلات للمواطنين. المزيد في التقرير التالي. مدينة سرت التي لطالما افتقدت تواجد مؤسسات الدولة فيها في السابق مع احتلال داعش للمدينة لما يزيد عن العامين، تعود اليوم مؤسسات الدولة الرسمية وعلى رأسها المجلس البلدي للمدينة الذي باشر مزاولة أعماله من داخل مقره الرسمي. المجلس البلدي فور انتخابنا في يوم 12/12/2016 من العام الماضي بشرنا ونزلنا إلى الشارع وشاركنا في عودة الأهالي إلى مدينتهم، ونشكر من خلال قناتكم الموقرة لجنة عودة الأهالي للمدينة التي ساهمت الحقيقة بشكل كبير جدا جدا، أيضا المنظمات المحلية والدولية التي ساهمت في عودة الأهالي ورسم البسمة على شفاه أهالي سرت. في المقابل ومنذ مطلع شهر فبراير الماضي، اللجنة المسؤولة عن إرجاع العائلات النازحة إلى منازلها في مدينة سرت الليبية لا زالت تواصل أعمالها حتى اليوم لإرجاع بعض العائلات التي فقدت بيوتها أثناء الحرب في السابق. نحن اليوم هنا في مقر لجنة إرجاع العائلات النازحة إلى مدينة سرت. اللجنة ما زالت تشتغل حتى هذا اليوم منذ شهر فبراير. نحن اليوم في شهر رمضان، حتى في أيام رمضان ما زلنا نشتغل ونستقبل المواطنين الذين لم يعودوا إلى منازلهم بعد. المرحلة التي نحن فيها الآن هي مرحلة إعادة العائلات إلى منطقة ما يسمى أو ما يعرف بالقصور. الأوضاع المعيشية ترجع أفضل من كل شهر، أفضل من شهر، وحتى في شهر رمضان تول الأمور ممتازة الحمد لله، خير من قبل. نزوح العائلات بعد ما تبهدلنا أكثر من سنة وحارب على داعش، لما بدأت الحياة تعود ورجعنا لمنازلنا الحمد لله. يعني الحمد لله، يعني ناس ما بعد داعش قعدت يعني تستمر للحياة وبتستمر للأفضل وبتنظر لتطورات هالبلاد وبتنظر لإمكانيات البلد. داخل حي قصور الضيافة السكني الذي بدأت الحياة تعود إليه من جديد، يأمل معظم السكان هنا في تحسن أفضل للأوضاع داخل المدينة. لأخبار الآن، محمد عقوب من مدينة سرت. فاصل قصير مشاهدينا، نعود بعده لنتابع. 65,600,000 شخص غادروا منازلهم نتيجة النزاعات في 2016. أحييكم من جديد. تحت شعار مع اللاجئين يحيي العالم اليوم العالمي للاجئين، حيث تعتقد مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن الوقت حان أمام زعماء العالم وقادته لإبراز حقيقة مفادها أن الجمهور العالمي يقف مع اللاجئين وقضيتهم. ودشنت المفوضية حملة تهدف من خلالها إلى إيصال تلك الحقيقة إلى الحكومات التي ينبغي عليها العمل معها والقيام بما عليها تجاه اللاجئين.
في عالم يجبر فيه العنف مئات الأسر على الفرار، تعتقد مفوضية اللاجئين أن الوقت حان لإبراز حقيقة أمام زعماء العالم مفادها هو أن الجمهور يقف مع اللاجئين. ولذا أقامت المفوضية حملة تحمل هاشتاج مع اللاجئين لإيصال تلك الحقيقة إلى الحكومات التي ينبغي عليها العمل معها والقيام بما عليها اتجاه اللاجئين. وفي تقريرها السنوي بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء الرقم القياسي الذي وصل إليه عدد لاجئي العالم، وسجل عدد النازحين داخلياً رقماً قياسياً بلغ حوالي 40 مليون نازح من إجمالي حوالي 60 مليون مهجر، أغلبهم من سوريا والعراق وكولومبيا. ويشكل اللاجئون السوريون أكبر عدد اللاجئين في العالم، بلغ حوالي 5 ملايين سوري حسب إحصائيات الأمم المتحدة. وذكر تقرير أممي أن من بين الأسباب الرئيسية لمعظم حالات الهجرة الدولية إلى جانب الفقر والاقتصاد الهش، تأتي النزاعات الطائفية والعنف والاضطهاد والقمع السياسي وانتهاكات حقوق الإنسان كأسباب وراء نشوء حركات الهجرة واللجوء والتشرد. ورجح التقرير أن الكوارث الطبيعية ستتسبب في المزيد من التشريد في المستقبل بالنظر إلى ارتفاع نسبة تركز السكان في المدن واحتمال ارتفاع وتيرة وشدة المخاطر المتصلة بتغيير المناخ وتدهور البيئة. ومن المرجح أن زيادة الجفاف ستتسبب في انتقال العديد من سكان الأرياف إلى المدن، الأمر الذي سيفرض ضغوطاً على أسواق العمل وقطاع السكن، ويحتفى بيوم اللاجئين استذكارا لشجاعة ملايين اللاجئين ومثابرتهم وقوتهم. ويمثل هذا اليوم في هذا العام علامة فارقة أمام عامة الجمهور لإبراز دعمهم للأسر التي أجبرت على الفرار من مناطق الموت. آخر الإحصائيات والأرقام حول عدد النازحين واللاجئين في العالم نتابعها مع ديما نجم. 65,600,000 شخص غادروا منازلهم نتيجة النزاعات في العالم خلال عام 2016، فيما يشكل رقما قياسيا أعلنت عنه المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة الاثنين. وبحسب التقرير السنوي للمفوضية، فإن العدد سجل زيادة طفيفة بالمقارنة مع 65,300,000 شخص في عام 2015، وهذا يعني أن واحدا من كل 113 شخصا مهجر في العالم. القسم الأكبر من هذا العدد هو من النازحين داخل بلدانهم، إذ بلغ عددهم 40,300,000 شخص بحلول نهاية 2016، يتركز العدد الأكبر منهم في سوريا والعراق وكولومبيا. أما عدد اللاجئين الذي بلغ 22,500,000 شخص ونصفهم من الأطفال، فهو الأعلى في التاريخ. وأسفرت الأزمة المستمرة في سوريا منذ عام 2011 عن أكبر عدد من اللاجئين، بلغ 5,500,000 شخص مع نحو 825,000 شخص مسجلين في عام 2016 بحسب مفوضية اللاجئين. ودقت الأمم المتحدة ناقوس الخطر حول التدهور السريع للوضع في جنوب السودان بعد الفشل الذي وصفته بالكارثي لجهود السلام في تموز يوليو. وأوضح تقرير المفوضية أن جنوب السودان يشهد أزمة التهجير الأسرع تدهورا في العالم، مشيرا إلى أنه وبعد أن نال جنوب السودان استقلاله في عام 2011 اندلع نزاع أهلي في كانون الأول ديسمبر من عام 2014 أوقع عشرات آلاف القتلى وأرغم أكثر من 3,700,000 شخص على ترك منازلهم. وأفاد التقرير أن عدد اللاجئين من جنوب السودان ارتفع بنسبة 64% في الأشهر الستة الأخيرة لعام 2016 ليبلغ 1,400,000 شخص، ومنذ كانون الثاني يناير الماضي تم تسجيل 500,000 لاجئ إضافي. معي عبر الهاتف من أبو ظبي محمد أبو عساكر الناطق الإعلامي باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تابعة للأمم المتحدة. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد محمد. إذا عام جديد من الإحصائيات سيد محمد، هل ممكن أن نختصر هذا العام بالقليل من الجهود؟ مساء الخير ميسون لك ولجميع المشاهدين. للأسف هذا هو عام جديد
وأرقام قياسية جديدة نشهدها اليوم، مع وجود أكثر من 65 مليون طفل وامرأة ورجل وعجوز أجبروا على ترك منازلهم قسرا لأنهم خرجوا يبحثوا عن الحياة وعن الأمل. للأسف أنه هذا يعني يضع تحدي كبير أمام المفوضية والمجتمع الدولي، أننا أمام يعني كارثة على المستوى تحقيق السلام في العالم. هذا الشاهد الحقيقي أن كل الأزمات الإنسانية السبب الرئيسي في معظم هذه الأزمات هي الصراعات المسلحة والنزاعات المسلحة، وهذا يضع يعني مسؤولية كبيرة أننا أمام معضلة بحاجة إلى دعم دولي ومزيد من الجهود الدولية من أجل إحلال السلام في المنطقة والعالم بشكل عام. كل هذه عادة هذه الكوارث كوارث بهذا الحجم بطبيعة الحال تكون مرتبطة بصراعات بين الدول، صراعات سياسية بغض النظر، ولكن بغض النظر عن العوامل، صحيح سيد محمد، ولكن أنتم تتعاملون مع حصيلة هذه الصراعات عن المأساة الإنسانية، يزداد الموضوع، تزداد المعاناة. يعني لا نتحدث عن إنجازات، ليس الموضوع عدم وجود إنجازات، ولكن نتحدث عن زيادة، أيضا في زيادة كان هذا العام بالنزوح داخل العراق. السوريون طبعا يشكلون اليوم أكبر عدد من اللاجئين بالعالم. نعم، هذا يضع، هذا معناته بشكل واضح وصريح أن التحديات أمام المفوضية وشركائها تزداد يوما بعد يوم، لأن ما كان لدى هؤلاء الأشخاص قد نهض بالكامل، وهم أصبحوا بحاجة إلى كل شيء. إذا كنا نتحدث على تمويل، نعم هناك تمويل وهناك أموال تأتي من الحكومات، ولكن هل هذه الأموال كافية للاحتياجات المتزايدة لدى اللاجئين؟ بالتأكيد لا، الاحتياجات تزيد يوما بعد يوم، لأن ما كان لديهم قد نفد بالكامل. نحن أمام تحدي كبير، المساعدات التي تقدمها المفوضية ليست بحل. الحل يبقى دائما حلا سياسيا ينهي جذور المشكلة. صحيح، ولكن هذه حلول على الأقل أو تعاطي مؤقت مساند إنسانيا للمدنيين بخضم الأزمات تأكيد. يعني قبل الوصول إلى حلول. بكل تأكيد هذا ما نفعله مع شركائنا من أجل ضمد الجراح لهؤلاء الأشخاص الذين خرجوا يعني ويعني يكونوا لديهم لذيذ من الألم في تخطي المشكلة إلى حين أن تتم معالجة وحل قضاياهم على مستوى السياسي، وهذا يضع تحدي ومسؤولية. طيب، والتحدي الأكبر والخطر الأكبر اليوم ربما كما يحكى بأنه غير عام 2017 لا توجد مؤشرات تطمئن فيما يتعلق بالوضع عام 2018. نحن دائما متفائلون أن تكون العام القادم عاما أفضل، ونأمل أن يأتي يوم اللاجئين العام القادم وقد يعني انخفضت أعداد اللجوء والنزوح في مختلف أنحاء العالم وقد حل السلام في بعض الدول. هل من مؤشرات لذلك؟ طبعا الكل يأمل. والله أكبر ناقوس خطر يدق الآن هو الأعداد غير المسبوقة. الآن المجتمع الدولي أمام تحديات حقيقية وعليه أن يتحمل مسؤوليات تجاه الأزمات والصراعات في العالم. عليهم أن يمارسوا ضغوطا كافية على الأشخاص المتنازعين من أجل إحلال السلام وإنهاء معاناة هؤلاء الأشخاص، لأن دائما المدنيين هم من يدفعون الثمن الأكبر. شكرا لك محمد أبو عساكر، ناطق الإعلامي باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تابع للأمم المتحدة، كنت معنا من أبو ظبي. فاصل قصير مشاهدينا أخير، نعود بعده لنتابع. حملات حكومية صارمة على وسائل التواصل الاجتماعي لمنع الهجمات الإلكترونية. أهلا بكم من جديد. شكلت قضية التصدي للإرهاب على صفحات الإنترنت من مواقع ووسائل تواصل شكلت صداعا حول العالم، حيث تتهم حكومات أوروبية الشبكات الاجتماعية بالتأخر في دحر تحركات الإرهابيين على الإنترنت والسماح لهم بتنسيق عمليات وتجنيد العشرات لارتكاب الهجمات. تفاصيل أوفى في سياق هذا التقرير. عند وقوع هجوم إرهابي تتجه أصابع الاتهام إلى مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارها شريكا في تلك الجريمة، حيث تتهم الحكومات الأوروبية الشبكات الاجتماعية بالتقاعس في دحر تحركات الإرهابيين على الإنترنت.
ضغوط مستمرة ومتزايدة تواجه عمالقة الإنترنت لمعالجة التطرف، حيث من المتوقع أن يدعم القادة الأوروبيون حملة صارمة بقيادة المملكة المتحدة لتنظيم الإنترنت، وسيتولى وزير الخارجية بوريس جونسون الدعوة إلى ضمان عدم وجود مكان آمن للإرهابيين لتخطيط الهجمات وتبادل المواد على الإنترنت. إذ بات بإمكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات اقتصادية على أي شخص يضبط وهو يهاجم شبكات الكمبيوتر الخاصة بدول الاتحاد، في أحدث خطوة يتخذها الاتحاد لردع الهجمات بعد حوادث اختراق في بريطانيا وفرنسا. واتفق وزراء خارجية دول الاتحاد على إمكانية البدء في تطبيق ما أطلقوا عليه تدابير مقيدة تشمل حظر السفر وتجميد الأصول والحظر الشامل على العمل مع أي شخص أو شركة أو حكومة تطورت في هجمات تسلل إلكترونية. ومن الجدير بالذكر أن في أعقاب الحوادث التي تعرضت لها لندن، حثت رئيسة الوزراء تيريزا مي شركات وسائل التواصل الاجتماعي مثل جوجل وفيسبوك وتويتر للقضاء على المحتوى الإرهابي والاتفاق على تدابير مع قادة المجموعة السبع في أبريل جنبا إلى جنب الخطة الجديدة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. كل هذه الإجراءات والضغوطات جعلت بعض المنصات الاجتماعية تتحرك سريعاً لاتخاذ إجراءات صارمة، إذ يعمل فيسبوك مع فريق من مدقق الحقائق في العديد من المناطق حول العالم، فضلاً عن أدوات إلكترونية ذكية وفريق متخصص لتحديد وتعقب الحسابات الوهمية. على سبيل المثال، قام فيسبوك بحذف 30,000 حساب وهمي بث أخبار كاذبة خلال الانتخابات الفرنسية، فيما أكدت شركة جوجل أنها ستنفذ المزيد من الإجراءات لتحديد وحذف أي محتوى إرهابي يحض على العنف أو التطرف على منصتها. وأوردت جوجل أنها ستوسع تعاونها مع جماعات مكافحة التطرف لتحديد المحتوى الذي قد يستخدم لتجنيد المتشددين. أجواء رمضانية متعددة يعيشها سكان العاصمة الأفغانية كابول، فبين الاهتمام بالمأكولات وأصنافها والحرص على توفرها على مائدة الإفطار، وأيضا مع إقبال الناس على المساجد لحضور المحاضرات الدينية والإفطار في بيوت الله. تقرير التالي يرصد لنا لوحة رمضانية من كابول. يعد شعيب لزبائنه المخلل الأفغاني الشهير، وهو سيد الموائد في الشهر الكريم، ولا تكاد مائدة أفغانية تخلو من رائحته وطعمه، ويقصد دكانه طيلة النهار كل راغب في تجهيز هذا النوع من المأكولات لموعد الإفطار. أما في مسجد وزير أكبر خان فيجتمع قبيل المغرب مواطنون أفغان من سكان كابول للاستماع إلى إرشادات دينية ورفع أكف الدعاء بأمل السلام والاستقرار في البلاد. أجواء رحمانية تغمرها سعادة إيمانية، فيها يجتمع مواطنون أفغان انتظارا لذهاب الظما وابتلال العروق وأداء صلاة المغرب، وقبل ذلك يعلنون للجميع استياءهم الشديد من الحرب الدائرة وينادون بضرورة السلم واستقرار الأمن. لقد أصبح استقرار السلام الشغل الشاغل لسكان البلاد والصلح خير، ففي أي فرصة مذهبية أو ثقافية وفي أي اجتماع الكل يتحدث عن ضرورة السلام. نحن نرفع أصواتنا الداعية إلى الكف عن الاقتتال، على المخالفين المسلحين أن لا يلطخوا أيديهم أكثر بدماء أهلنا الأبرياء العزل. مما لا شك فيه أن الصلح مما أمرنا الله به، إن المخالفين الذين يقتلوننا باسم الإسلام ينبغي أن يراجعوا هذه الإرشادات الإلهية على أولئك الذين يفتون للمجموعات المسلحة بضرورة القتل والحرب أن يتقوا الله في العباد والبلاد. قرابة 40 سنة ونحن نعيش في هذه الدوامة الخطيرة وتقتلنا هذه اللعبة المميتة. يعد شهر رمضان من أنسب الأوقات التي يمكنك فيها خسارة الوزن الزائد، إذ إن الصيام يخلصنا من العادات الغذائية السيئة ويجعلنا نلتزم بأوقات محددة للطعام، فهو يجعل الشخص ينقطع عن الطعام والشراب لفترات طويلة، فيبقى على الشخص التحكم في خياراته وطريقة تناوله الطعام. كيف تستغل الصيام في إنقاص وزنك مع زميلة منى عواد معدة فقرة تغذية بإخبار الآن؟
يبحث البعض عن طرق للحصول على جسم مثالي، والبعض الآخر يبحث عن طرق تخسره ولو القليل من الوزن الزائد. وشهر رمضان المبارك هو فرصة لإنقاص الوزن الزائد والتمتع بصحة جيدة، خاصة وأن مدة الصوم تستمر في متوسطها إلى أكثر من 15 ساعة. ونوعية الأطعمة تؤثر كثيرا في اللياقة والصحة البدنية والنفسية، لذا فالنظام الغذائي الصحي يساعد الشخص في حياته اليومية في المحافظة على التركيز وبالتالي الإنتاج وإتمام المهمات اليومية بشكل أفضل. خبيرة التغذية والصحة لما النائلي ستقدم لنا بعض النصائح للمساعدة على خسارة الوزن دون الحرمان من تناول الأكل أو الامتناع عنه. فكيف تستغل الصوم في إنقاص وزنك؟ نتابع. شهر رمضان الكريم فرصة ممتازة لحتى نحن نخفض من كمية الدهون بجسمنا، ينزل وزننا بطريقة صحية، نخسر من الدهون لكن نحط بدالهم عضل ومي صحية بجسمنا. طبعا تجنب الحلويات بيضمن هالشي، وتجنب مشروبات رمضان الغنية بالسعرات الحرارية والسكر كمان بيضمن هذا الشيء. طبعا أول أسبوع برمضان يعني ما كتير الأشخاص لح يلتزموا بهي النصيحة، وحيكونوا شوي مشتاقين لحلويات رمضان ومشروبات رمضان، ممكن نتناول بكمية متواضعة، لكن بباقي الشهر الكريم ما بدنا نكسب وزن، بدنا ننتظم بوجبة الفطور الصحية ووجبة السحور، وبين الفطور والسحور ممكن نأخذ قطعة من الفاكهة أو قطعة من كمان المكسرات المجففة غير محمصة غير مملحة، أو حتى ممكن نتناول فاكهة مجففة بيكون كمان عادة صحية بتغني عن تناولنا للحلويات. الشوربة حساء الشوربة وطبق الشوربة بشهر رمضان الفضيل ممكن يكون كتير عامل مساعدة خسارة الوزن، لأنه غني كتير بالسوائل، بيعوضنا عن السوائل اللي ممكن نحن نفقدها. لكن إذا كان في كمية ملح كبيرة وكان في دهون كتيرة أو كان في شوربة جاهزة منا مصنعة بالمنزل، هون رح تكسبنا وزن. مشان هيك بدنا نقول ننتبه إذا بدنا نخسر وزن نأكل طبق من الحساء، نبتدأ فطورنا بالحساء الخضار المعمول بالبيت طبعا مصنوع بالمنزل، ما يكون في كتير ملح، ما يكون في كتير دهون، وطبعا نمضغ طعامنا الوجبة ببطء، ما نأكل كتير بسرعة بشهر رمضان، بعد عن المقالي، السمبوسك، الكبة، المقبلات الغنية بالدهون، بعد عنا كرمال ما يزيد وزننا برمضان، ونضل نتذكر أنه الحلويات والمقالي هي من الأشياء اللي رح تزيد لنا وزننا بشهر رمضان. ممكن نكتفي بقطعة صغيرة مرة أو مرتين بالأسبوع إذا عنا زيادة وزن وراغبين أنه نقص وزننا. يرى خبراء التغذية أن المشي لساعة كاملة قبل موعد الإفطار بساعتين له تأثير كبير في الجسم ورشاقته، وتذكر دائما غذاؤك حياتك. قال مجموعة من الباحثين العاملين في وكالة الفضاء الأمريكية ناسا أن تحليلا مفصلا للبيانات التي جمعها تلسكوب فضاء كبلر التابع للوكالة كشف عن أدلة جديدة تتعلق بوجود 219 كوكبا خارج نظامنا الشمسي، ويبدو أن عشرة من تلك الكواكب الخارجية تشبه حجم الأرض. تصدر فيلم الرسوم المتحركة الجديد كارز 3 إيرادات السينما في أمريكا الشمالية محققا 53 مليون دولار، في حين تراجع فيلم الحركة والمغامرات وندر وومن من المركز الأول إلى المركز الثاني هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 40 مليون و 800 ألف دولار. دائما للمزيد يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني، تواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر، ومتابعة بثنا المباشر في الموقع ذاته. إلى اللقاء.